مين ما منا متعرض لموقف انك تجي بدك تدور سيارتك وتلاقيه فاضي شحنة، وبنفس الوقت مكان الورشة بعيد عنك وما فينك توصل له. لذلك جبت لك الحل الانسب واللي هو مجموعة شواحن جامسورج من الشركة العالمية توبتون. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من اوتوماكس تول، الوكيل الحصري والمعتمد لدولة الامارات العربية المتحدة لشركة توبتون. اليوم في عندي مجموعة شواحن جامسورج من الشركة العالمية توبتون، واللي هن أجهزة بتدعم السيارات اللي بتشتغل على بطارية 12 فولت بالإضافة لمحركات الديزل 7 لتر، وهي الأجهزة بتعطي قفزات بأنواع مختلفة وبأحجام مختلفة. خلينا نتعرف عليها أكثر ونشوفها. نجي على أول جهاز جامسورج 3000 اللي بيقدر يعطيني 45 قفزة في ظرف شحنة واحدة، بطارية 24000 ملي أمبير بالإضافة لليد 400 لومينس. كما فينك تستعمل الليد الموجود إن كان تقدر تشتغل عليه بحالات الصيانة أو بحالات الطوارئ أو بحالات الـ SOS. الجهاز الثاني جامسورج 2000 اللي بيقدر يعطيني 35 قفزة في ظرف شحنة واحدة، بطارية 16000 ملي أمبير ليد 300 لومينس. والجهاز الأخير جامسورج 1200 اللي بيقدر يعطيني 25 قفزة في ظرف شحنة واحدة، بطارية 10000 ملي أمبير ليد 300 لومينس. بعد ما تعرفنا على هالأجهزة إن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم. لطلب أحد هاي المنتجات رجاء الاتصال على هذا الرقم الموجود بأسفل الفيديو، وشكرا لكم.